للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل السياسي محمد بودن. أستاذي مساء الخير. الأبحاث لحد الآن تدل على أن أحد هذه العناصر قد تلقى تدريبات في مخيمات تندوف. السؤال هو ما هي الارتباطات ما بين جبهة البوليزاريو والجماعات الجهادية المتشددة ومنها تنظيم داعش؟ مساء الخير سيد عبد الله. أهلا وسهلا. أولا توقيف ثلاث عناصر موالية لتنظيم داعش، وأحد هذه العناصر تلقى تدريبات بمخيمات تندوف، يؤكد مجددا على كفاءة وريادة مكتب المركز للإبحاث القضائية ويقظته بطبيعة الحال. ثانيا إيقاف عنصر يعني سبق له أن التحق بمخيمات البوليزاريو بتندوف، يؤكد أن التقارير والدراسات الدولية التي كانت تصنف جبهة البوليزاريو كمنظمة إرهابية لم تكن تطلق تخمينات أو مزاعم، وإنما كانت تقدم الحقيقة التي لم يصدقها البعض آنذاك، ولكن الآن بهذه الحجة يعني أصبحت البوليزاريو خطرا يهدد المنطقة المغربية والفضاء المتوسط من جهة، وطبعا شريط الساحل والصحراء من جهة أخرى، وعلاقة البوليزاريو بعدد من الأسماء المعروفة كمختار بالمختار والأعور يعني وردت في عدد من التقارير. الواقع أنه ثمة إجماع على الدور الخطير الذي تلعبه مخيمات تندوف كمجال للتجنيد الإرهابي وطبعا الحركية الإرهابية. الآن يمكن القول يعني توقيف هذا العنصر ضمن يعني خلية من ثلاث عناصر يعني يؤكد الوجه الآخر للبوليزاريو، وهو الوجه الإرهابي بالإضافة إلى الوجه المعروف الذي نعرفه جميعا، هو الوجه الانفصالي. طبعا يعني مخيمات تندوف الواقعة في التراب الجزائري وطبيعة الحال الجزائر تتحمل المسؤولية في التغاضي عن هذه الحركية وهذه الدينامية الإرهابية فوق ترابها. طبعا البوليزاريو مؤكد أنها يعني تمارس أنشطة تخدم الإرهاب، تمارس أنشطة غير مشروعة، وبدون شك هذه الأنشطة تؤثر على الجهود والمسؤوليات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحيث أن البوليزاريو ليست دولة، وبالتالي لن تتقاسم مع الدول الوطنية في المنطقة نفس الاهتمامات نفس الرغبات، وبالتالي ستبحث عن تفجير الوضع بأي طريقة. نعم. الأستاذ محمد بودن المحلل السياسي كنت ضيفنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.